يمكن في المقدمة، وأيضا دكتور عبد المنعم أشار إلى ما عاشته أو ما عاشه المجتمع المصري في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ويعني الشركات العديدة التي كانت ملأ السمع والبصر. وسؤالي دلوقتي للأستاذ علي، لأنه تابع صحفيا هذه القضايا التي هزت المجتمع المصري، هزته مرتين. مرة عندما برزت على السطح وأصبحت يعني بلغة اليوم ترند، ساعتها ما كانش لسه كلمة ترند معروفة ساعتها، بس كانت الترند في تلك الفترة إنك أنت لو شاطر تروح تدي فلوسك للريان ولا للسعد ولا للهدى مصر ولا مش عارف مين ولا مين علشان تشغل لك فلوسك، وفي الآخر يعني أصبح الجميع أمام حقيقة إنه الفلوس تبخرت وطارت، ومعها طارت وتبخرت أحلام البسطاء في يعني كسب سريع. ويعني بماذا تميزت تلك الفترة يا أستاذ علي؟ يعني ما الذي لفت نظرك في أثناء عملك الصحفي ومتابعة هذه القضايا؟ بدأت هذه القضايا بمجموعة من عناصر إجرامية مسجلة أمنياً إن ليها نشاط مخالف لأحكام القانون فيما كان يتعلق بالإتجار في العملة في ذلك الوقت، فيلقى القبض عليهم ويدخل السجن ويخرج من السجن ويلقى القبض عليه مرة أخرى. لكن هؤلاء مثلوا أحد صور المتاجرة باسم الدين الذي هو منهم أيضا براء. ارتدى هؤلاء عباء جلبابا وأطلقوا اللحى وأعطوا حولهم سياجا بأنهم وأطلقوا على أنفسهم ما يسمى أنذاك، سموا نفسهم إن هم اقتصاد إسلامي، وجمعوا من حولهم عددا من كبار الكتاب في ذلك الوقت، وفي مقدمتهم بعض رؤساء تحرير الصحف الحزبية في ذلك الوقت، وكتبوا العديد من المقالات. هذا فضلا عن أن عمداء بعض الكليات الدينية خرجوا أيضا ليلقون خطبا منبرية كيف أن هؤلاء يمثلون اقتصادا إسلاميا، وأن من يقترب منهم أو يطلب تنظيم منظومة عملهم وكأنه يحارب الدين الإسلامي في جوهره. فإذا المسألة كانت أيضا مش بس عمداء، ده في بعض الدعاة الكبار، يعني كبار الدعاة، أنا بقول لحضرتك عمداء كليات وأساتذة كليات جامعية خرجوا في خطب منبرية يتحدثون عن المتهم الجنائي أحمد الريان وغيره من هم مسجلين وليهم صحيفة حالة جنائية أنهم عناصر إجرامية، يتحدثوا عن هؤلاء وكأنهم يجسدون الاقتصاد الإسلامي، وأن من يطلب تنظيم عملهم ده بيحارب الإسلام وبيحارب الدين الإسلامي. رغبة المواطنين إن هو ادعوا عليهم كذبا أن الأرباح المحددة من جانبهم هي أرباح تتفق مع أحكام الإسلام، وادعوا كذبا أن فوائد البنوك حرام. العكس هو الصحيح. إزاي؟ من سنة 81 لغاية سنة 88 جميع شركات توظيف الأموال بتقول لك أنا عرضت المكسب والخسارة والربح حلال، كلهم بيدوا 22%، مفيش واحد ادى 23 ولا واحد ادى 21. لكن عندنا البنوك الوطنية بتاعتنا بتدي 9 8 12 18 20. حتى هذا العام كلنا شفنا تدرج، ظروف الاقتصادية بتسمح انه يبقى الايداعات بمبلغ كذا يبقى كذا، يبقى يوم اقرب الى حتى الفكر الحلال اللي هم بيقولوا عليه البنوك الوطنية وليس هؤلاء. هذا فضلا عن ظهور فتوى علمية هامة جدا من أستاذنا الكبير شيخ الأزهر الأسبق الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، اللي أكد فيها إن الإيداعات البنوك بالفعل حلال وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. لكن لما جينا في القضية بدأ جهاز المدعي العام الاشتراكي يحقق في ذلك الوقت، وبعض الشركات الأخرى بدأ يحقق فيها النيابة العامة، لأن عدد القضايا كان كبيرا والمدخرات كانت كبيرة جدا. يكفي أن أحمد الريان بمفرده جمع، هذا المتهم الجنائي جمع 1,800,000,000 جنيه من المواطنين، لكن أخطر شيء أنها كانت بدون أي ضمانات وبدون رقابة من البنك المركزي وبدون رقابة من وزارة الاقتصاد وبالمخالفة لكل الأحكام القوانين المنظمة التي كانت تحظر جمع مثل هذه المدخرات بدون تراخيص أو ما شابه ذلك. المفاجأة الأساسية
ان احمد الريان لم تكن لديه مشروعات توازي ما كان يقوم به، وهو مش هو لوحده، هو كل سائر شركات توظيف الاموال. يعني عنده 10 منافذ لبيع اللحوم، عنده 20 منفذ لبيع الذهب، لكنها لا توازي مليار و800 مليون جنيه بيدي عليهم 22% سنويا. فلما جم يعملوا قسمة الغرماء اللي خد 30% واللي خد 35%، طب ما انت سمعت ان البعض خد 60%، خد 60% عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلع. الحاجة مو 1000 بيديها له ب 2000 او 2000 ونص، يقول لك انا خدت 60% بس قيمتهم الشرعية بره 30%. فاصبح المواطنين بالفعل ضحايا لهذا الامر. حصل تطوير فيما بعد، طبعا تم القضاء على شركات توظيف الاموال، لكن عادت هذه الظاهرة مرة اخرى فيما سمي بالمستريح. طيب دكتور استاذ علي، خلينا عشان ما نروحش خلينا بندرس الظاهره. وحضرتك قلت انه تم القضاء على شركات توظيف الاموال، ايوه، زي ما احنا بنقول تم القضاء على الارهاب، ايوه. لا، احنا تم القضاء على الارهابيين، تم القضاء على شركات توظيف الاموال. الفكره ما زالت موجوده، فكره ان واحد ينصب على مجتمع، فكره ان واحد يستطيع ينفذ من خلال كل القوانين الموجوده، رغم كل القوانين الموجوده، انه يحيد الجهاز المصرفي كله ويشتغل هو بيقوم بدور جهاز مصرفي. اعتقد ان احنا يعني امر عندنا النهارده كان لازم يكون حد مصرفي معانا. الاجابه على سؤال لماذا وثق الناس في هؤلاء المستريحين والشركات خارج اطار القانون ولم يثق في الجهاز المصرفي بالشكل الكامل؟